ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد. وحشتوني جدا. حاجة جربتها على منطقة الصدر شدت الصدر من اول مرة بشكل غريب جدا. هتشوفوا النتائج انتوا بنفسكم، ومش هحلف ولا هقعد اجامل في الوصفة. هتشوفوها وتقولوا لي رايكم ايه. حطوا لايك بس وانتوا تسمعوا الفيديو عشان الناس كتير تستفاد. للي عندهم ترهل في الثدي او تكبير حجم الثدي، نشده بقى كده ونرفعه ويكون شكله جميل. خليكم معايا. ورجعنا يا بنات يا حلوين. مش عايزه حد يدخل يقول لي طب انا عندي كذا، ما ينفعش دي بدل دي. انا اللي هقوله في الوصفه دي هو اللي يجي، سامحوني يعني مفيش بديل. انا عايزه القهوه التركي، قهوه تركي من اي هايبر ماركت من اي مكان، تمام؟ تركي يعني، محدش يقول لي بقى قهوه تانية، قهوه مش عارفه برازيلي، قهوه اسرائيلي، لا هي دي، تمام كده؟ وتكون فاتحه علشان الغمقه ما تصبغش على منطقه الصدر. عايزه احنا كده يا حلوين هنعمل تيست بسيط، طبعا عشان ما اقدرش اخد كميه كبيره من القهوه عشان دي الادمان بتاعتي. بس انا هقول لكم المقادير الصحيحه. هناخد 5 معالق من الطعام اللي احنا بناكل بيها، المعلقه اللي بناكل بيها هناخد 5 معالق من القهوه او البن. وتروحي لعطار ابن حلال كده موثوق فيه مضمون، تقولي له عايزه خل تفاح طبيعي 100% او اصلي، ما يغركيش الازازه الكبيره اللي هي ب 15 جنيه وب 12 جنيه وكده، تمام؟ انا عايزاها حاجه اصليه كده. بص انا جايبه كميه صغيره قد ايه، بس حاجه كده يعني زي ما بيقولوا على ابوه. هناخد بقى ايه؟ هناخد 5 معالق زي ما احنا اتفقنا، وهناخد ربع كوب من خل التفاح. هنوري مثلا، ولا انا هويم؟ انا زي ما انا قلت لكم كده، الفنجان اللي هو بتاع القهوه الصغير ده، لو هتاخدي فنجان القهوه الصغير تبقي تمليه كله، لكن لو الكبير تبقى تاخدي ربعه. طبعا انا هويم. بسم الله. انا عايزه اعملها زي الرمل، رمليه كده، مش عايزاها عجينه. هي شكلها كده، بصوا هي هتلم كلها دلوقتي. طبعا انا يعني عشان عامله كميه صغيره من القهوه، ف بصوا بقت عامله زي الرمل ازاي. بصوا كده اثباتش، بصوا كده عامله ازاي، عامله زي ما يكون شويه رمل وحط عليهم ميه. مش عايزاها بقى اللي هي السايحه خالص والكلام ده، لا خليها كده نفس المقادير اللي قلت عليها. هنحطها على الصدرين. نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول طريقه الاستخدام بقى. هندخل ناخد دش دافي عشان مسام الجسم كلها تتفتح، واول ما نحس ان ايه ان احنا خدنا شويه سخونيه من الميه على الجسم نقفل الدش ونفتح الميه سرسور صغير صغير خالص. ونعمل ايه؟ نركز عشان ايدينا الاثنين اللي هتشتغل، مش صاجات دي. ايدينا الاثنين هنعمل ايه؟ خلاص قفلنا الدش، ندخل كده بقى على جنب، ناخد بايدينا الاثنين كده وعلى الصدر. بس يعني عايزه بس ايه امثل لكم علشان خاطر يعني تعالي يا بنت، هاتي ايدك مش مشكله، هاتي ايدك، هاتي ايدك يا صغننه. بصوا هنتخيل ان دولت الصدرين، ايديا الاتنين شغال عشان ما فيش واحد يبقى اصغر من واحد والكلام ده كله. ايديا الاتنين شغالين اهو، شفتوا كده من اول الجزء ده. هطلع كده بالمكونات بتاعتي كده اهي، كده هبدا ادعك كده، اقعد راحه جاي ما اجيش تاني كده، كده اهو اهو كده لمده 3 دقايق ابدا ادعك كده، اجي سوري سوري انا اسفه من تحت بترضعي البيبي كده، كده اهو واطلع كده لمده 5 دقايق وادعكي، خليكي كده حلوه ما تحسسيش يعني، ادعكي شويه. نبدا ندعك كده لمده 3 دقايق، ونيجي ناخد من وصفتنا كمان مره، ونيجي من الناحيه دي اهي كده، تمام؟ انا اوري لكم عملي اهو. ندعك لحد ما نحس ان جسمنا ابتدى يشد، وتسيبيه 3 دقايق بالظبط وتقومي داخله غسله المكان، وتخرجي انت بقى تنشفي بقى وتلبسي الصفت بتاعك، وشوفي انت نفسك من اول مره هتحسي بيه. انا فعلا جربتها لقيت النتائج، انا سبحان الله، مع ان انا خلاص يا بني مع السنه انت هتلزقتي. مع ان انا ما بحبش ولا تخسيس ولا اي حاجه عشان جوزي طبعا، بس انا بحب اجرب على نفسي الحاجه الاول عشان اشوف هل فعلا مجابه معايا ولا لا. وفعلا حسيت بحاجه غريبه جدا، ان شاء الله هتشوفوها وهتلاقوا نتيجه ملحوظه ان شاء الله. بنعملها يوم ويوم لا، يوم ويوم لا،
بس الشرط ان احنا ناخد دش دافي عشان نفتح المسام، وبعد كده بتلبسي صوفتك وتنامي بقى. شكرا على كده، تمام. عايزه تحطي اي برضه عشان ريحه البن، برضه عايزه تحطي اي ريحه مثلا اي كريم مرطب، اي حاجه ريحتها حلوه، مفيش مشكله خالص. كده يبقى انا قلت كل حاجه، القهوه التركي وكمان خل التفاح متوفرين في كل حته، ولو هتكلفي نفسك شويه معلش عشان خاطر الورد يتسقي الزرع. كده مش ناسي حاجه اكيد، نعملها يوم او يوم لا، تنفع لاي حته مترهله اي حته. بس طبعا كان موضوعي النهارده هو مشكله ترهل الثدي وتكبيره. طبعا اول ما بنعمل الحركه دي يوم او يوم لا لمده اسبوع كده بتشوفي نتائج فظيعه، بتحسي ان الصدر مشدود قوي، تمام، وكمان ممتلئ وشكله جذاب كده، طبعا بسبب الرضاعه والسمنه والكلام ده كله. يا رب اكون افدتكم النهارده وما كنتش رغيت كده وعارفه ان انا رغايه قوي. حطوا لايك عشان بنات كتير تستفاد بالفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.